عقدت مفوضية ديالا مؤتمرا انتخابيا حول أهمية تسلم بطاقة النخب البيومترية والمشاركة الفاعلة في الانتخابات. وأكدت المفوضية أن جماهير محافظة ديالا لديها رغبة كبيرة للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية، مضيفة أن 90% من أهالي المحافظة مستعدون للمشاركة في الانتخابات من خلال استبيان أجرته المفوضية. سكان أو جماهير محافظة ديالى لهم رغبة حقيقية بالمشاركة بالانتخابات أكثر من يعني من اللي يعني سواهم الاستبيان، كانوا أكثر من 90% هم لهم رغبة حقيقية في المشاركة في الانتخابات، لهم رغبة حقيقية في تحديث واستلام بطاقة الناخب البيومترية. المشاركة الكبيرة للناخبين ستحدد من له جمهور حقيقي على أرض الواقع.